مكتوبة ما يد فراقية خاطين الرومانسية ومتي قاعدني مخطوبة ديار الحيف الأمان وين فهم ميلادي ليست مجرد اسم وكلمة إنما التاريخ.
أبناؤها قوية الصعب لاشتداتها، أبناؤها عشاق للمستديرة، عشاق للكرة، ابدعوا وأبدعوا من خلالها، رسموا لوحات كروية، بنت الصغر يبدعون، قديما وحاضرا ومستقبلا في الكرة ينتظرون، رافدة مكتوب في اسمهم بالأحمر، كأنهم يرسلون الرسالة، نحن غول وخوف ودماء باللون الأحمر، شاقوا من أجل الانتصار ويسقطون خصما عنيدا، اسم الشباب خضر بالأخضر وكأنهم يريدون الربيع في أياكس تردان، وفريق شباب خضر المتنافسين العنيدين المتحديين بأسماء متوازنة بتشكيلتين متفاوتتين من ناحية القوة، ستتبادر وتتجلى الفوارق من خلال الدقائق الأولى حتما، شباب غمرة في التشكيلة وبالأسماء الحاضرة، محمد الرزق الواحد كحارس مرمى وقائد الكتيبة الدفاعية، وعبد الحليم سمحان قائد التشكيلة وقائد الكتيبة البشرية التي جاءت من أجل احتلال هذا الميدان وخطف لقب بل أنياب أياكس تردان الأقرب بحكم الجمهور، محمد القاسي عزبي بقدير سفيان العمراني معتز عباد محمد بوليسنت حسن دمون هذا بسعيد داود الاخضر حمزة دفرنا دقرن عفوا على مستوى التدريب والتي يقود التشكيلة من خط المدراء عبد الحليم الاخضر ومسلم بأسماء الثانية وسلم بنسي على مستوى حراسة المرمى أما قلب الدفاع قلب الأسد حمزة بنسي على مستوى طيب التسديد خبرة بالتسديد الأول التسديد الأولى رضا أبو نعيم على مستوى الدائرة الأيمن ساري على مستوى صناعة اللعب ومد الهجوم بالكرات هنالك حسن الريسوري رقم 10 وعبد الحليم بوزيد على مستوى رأس الحربة متلقى الدار إذا على مستوى دكة البدلاء هنالك من تقدر دوره من أجل المشاركة في النهائي ناجد عبد الغفور العزي رقم 11 ومحمد شرايط 7 بريدا أناس 15 ومحمد كروم 22 حارس صاحب الاسم والتاريخ والعلاقة بينما إدريس بصرحان مدرب الفريق إذا هذه الأسماء والتشكيلة لصالح فريق شباب خضرع فريق التسديد من بعيد كادت أن تباغت الحارس أسامة أو تنسي نعم تنسي كأنني سمعت عنه يوما وكأنني هذا الاسم على ما سامع على مستوى كرة القدم هنالك الحسين بنسي أحد الأسماء الشابة التي كان يتوقع لها مستقبل على مستوى الكرة وعلى مستوى الأسماء لابد أن نجول على مستوى الكتب وعلى مستوى الأسماء والعناوين لأن أياكس ليس مجرد اسم بل هو فريق من الفرق التي تحمل لواء وشعار فريق تردان على مستوى الأقسام الوطنية هذا الفريق الذي يتوقع له مستقبل كبير لأنه دائما ما كان يهتم بمواهب هذه المدينة التاريخية العريقة إذا الفريق أياكس تردان بدأ يرمم الصفوف ويثبت أقدامه ويدخل تدريجيا في صلب الموضوع بدون مقدمات وبدون أي مشاملات كروية أنا هنا من أجل التتويج ولا شيء على التتويج من أجل الدفع بفريق أياكس تردان إذا الفريق شباب غمرة وسحب المبادرة والخطورة بعد البداية تمشي كرة على مستوى الرواق الأيمن أو الأيسر بنسية حمزة بنسية في المراوغة يحط كرة تعطي على الكرة في اللقطة الماضية والكابتن عبد الحليم سليمان هو الآخر يلجأ للحل الفردي كخيار استراتيجي من أجل فك العزلة عن المهاجم القناص شراهيره لأنه من الصعب جدا أن يضيع اللقب أمام شراهيرك وأمام على مستوى المدرجات وأن تحمل قميصك وتنافس على أرضية الميدان نعم قلتها بأنه لا فرق هنالك بين من يلعب ويشجع فرقية واحدة رفع اسم الفريق الذي تنتمي إليه الأول يساندك نفسيا ومعنويا
الرياضة بالتحفيز والتشجيع وأننا نتكفل في الطاقة بذلك التشجيع والحماس. شباب غمراء صاحب الخطورة والنزعة الهجومية الكبيرة، بل صاحب المبادرة منذ البداية ولكنه احتوى في نيران الهزيمة وضيع اللقب. أياكس نعم فريق أياكس قلت بأنه يملك تشكيلة رائعة وأسماء كبيرة جدا تستطيع تترجم وتستطيع أن تخطف اللقب، ولكن لحد الساعة أقولها بصريح العبارة المدربان كأنهما يبحثان عن قراءة الأول، يبحثان عن قراءة أسلحة بعضهم البعض، وليس أنطقت عن الهدف منذ البداية لأنه لا بد من معرفة أسلحة الخصم لأجل أن تعد له أسلحة التوليد الصحيحة من أجل فك الشفرة الخصم. وخا ما كاين مشكل لا بلا اخرين سن سالويا وشون دورون شون شون دورون شوية كان أن يدون لها هدف ويسعد إن شاء الله يقوى أجزاءه التي بدأت تشجع الواقع التي بدأت تستشعر الخطر الذي يحبط بها، لأن الشباب كان يقترب من أفضلية الجماهير والميدان هو يدرك. دائرية الشكل تدور، قد تبكيك اليوم وتسعدك غدا، قد تتعاد غدا وتفوز غدا، ولكن كرة القدم اللعبة التي ظلت دائما هجوم فريق شباب غمراء من الأسلحة الخطيرة والفتاكة بالنسبة لهذا الفريق الذي حل هنا من أجل التتويج، ولا شيء غير التتويج، والذي يدرك يقينا بأن الوصول للقمة ليس شيئا صعبا، ألا وهو صعب أن تبقى في القمة، والوصول لهكذا محطة يجب أن تترجم بالتتويج، والتتويج خارج الميدان له قيمة مضاعفة. يا الأخضر أخضر اللون على أرضية الميدان يدون التتويج، هذه ضربة مرمى، الترفيه بسرعة وكرة بالرأس، الأفضلية والفوارق التي تحدثت عنها بدأت تتمظهر وتتجلى، بدأت تتمظهر على أرضية الميدان، الفارق في الطول هو من الأسلحة التي يجب أن يستغلها فريق غمراء إن أراد التتويج. يشهر بطاقة الصفراء في اللقطة الميضاء الماضية. أيوب التهامي قاضي المباراة وحكم اللقاء الثاني بعدما نجح في قيادة المباراة الأولى إلى بر الأمان دون أي أخطاء تحكيمية فادحة. رمي التماس لشباب غمراء النشيط هجوميا والباحث عن التفوق بهدف واحد.
أنا من الأشخاص الذين يحبون أن يسجل الهدف الأول في الشوط الأول في بداية المباراة. الهدف يأتي في بداية المباراة وزير ويغير. مريض أبو العيب هو الذي تكفل بطاعة المباراة الكرة الماضية. أياكس ترودات المراوغة عن حل الأبطال والأنساب لفتش شفرة الدفاع. مرت فوق الروس ومرت فوق الجميع. تمشي كرة من أخرى على مستوى جناح البحث عن ركنية لا تأتي في الكرة الماضية والهجمة مرتدة السرعة للقائد النقمة السرعة عبد الحليم سمان في السرعة النهائية القصوى يريدها خطفا ويخطف معها طمرة تسمى بهدف. إذن أياكس ترودات قد يريدها عن طريق الفنيات والمهارة بينما شباب غمرة الخارقة لهجومه الذي يتقدمه ويتزعمه عبد الحليم سمان. تمشي كرة من أخرى وطيرة ساقطة عند قائد الحارس أسامة بنسي. أسامة بنسي الذي كاد أن يسجل عليه الهدف عن طريق تسديدة قوية جدا لولا فتنة ويقظة أسامة. تمشي كرة من أخرى على عطية يحدى ولإعداد التخطيط وتدخل الدفاع. تدخل الدفاع حمزة بنسي يحدى في متوسط الميدان لحسن الرسولي. حسن الرسولي الرسولي فنيات كبيرة فنيات فردية ومهارة خرافية لفريق أياكس ترودات. حضر من جديد يرتكب درجة من الخطورة الكروية. نعم وليست تلك الكرات الثابتة بتلك اليسرى بتلك السهولة كرة ثابتة مرة أخرى لفريق أياكس ترودات. الكرة الثابتة الرسولي الرسولي حاضر والحكم يطلب التنفيذ. لا تنفذ الكرة إلا عند السماع الصافرة إلا عندما سماع إشارة الحكم التوامي أيوب. أيوب يدير أمور تحكيمية بخير شكل وبأفضل طريقة. تمشي كرة أخرى الرسولي في التنفيذ والاحتفال صاحب المراوغات والاحتراقات الفتاكة هو راس صانع اللعب. ترفع كرة وتدخل الدفاع. تدخل الدفاع الذي بالنسبة لفريق شباب غمرة والتشجيعات متواصلة بالنسبة لهذا الجمهور الكثير بالنسبة لهذا الجمهور الذي من أجل مساندة فريقه من أجل مساندة زملائهم وأصدقائهم لأجل حصد الدوري واللقب هنا في مدينة ترودات. الحكم يقول على كرة وإصابة العمراني في اللقطة الماضية. المراوغة من جديد لصالح شباب غمرة واشتباكات وتدخل من أجل الاطمئنان على سفيان العمراني. سفيان العمراني مصاب. عملية فريق شباب غمرة ما زال اللاعب مصاب ومزرع على أرضية الميدان في انتظار استئناف المباراة ومواصلة اللقاء. اللقاء لحد الساعة يبقى الفريقين ما زالا متحفظين هجوميا لأن الجميع ولو أن المبادرات الهجومية على خطورة ولكن المبادرة للهجوم لابد أن تكون بشكل كثير خاصة وأن أياكس مجاعة والشباب غمرة بمبدأ السلامة وحفاظ ماء الوجه بالمرتدات يريد خطف هدفه. إذا تستهدف المباراة لصالح أياكس ترودات البحث عن المساندة والبحث عن الكرات المترابطة وعن الكرات القريبة والبحث عن الكرات الأرضية دون الهوائية. المراوغة من جديد للتغيير الأيمن أو الأيسر. نعم هو مروان أو وليد أبو العيب. نعم وليد أبو العيب وليس حسن بيشي. إذا تمشي كرة مرة أخرى والإبعاد من الدفاع. اللقاء بارد نوعا ما والكرة منحصرة على متوسط الميدان. تمشي كرة مرة أخرى سمان يبحث عن المراوغة يحط لزميله وبدون عنوان بل هو معقل لعشاق الكرة على أرضية الميدان على أرضية هذا الملعب. كتب التاريخ وسجلت الأسماء وحفظت النوادي وحفظت الأطر وهنا شرد
وتوقع ولعب من يحمل اسم مدينة تلوتات الآن على الملاعب الوطنية. هذا الملعب الذي نقش على جدرانه اسم تلوتات وعلى جانبها شعار ميادرا السودس المساند والمشجع ورابطة مشجعي الاتحاد تلوتات. صور فلانية سيئة واجهة الفريق يدافعون عن مصالح دائما على المدرجات تجدهم يساندون الاتحاد، ولكن اليوم صغار يحملون اسم اياكس هم من يحظون بالتشجيع وليس الاتحاد. اذا نكون مرة اخرى لصالح اياكس. اياكس يحاول الاستحواذ على اجاكس، يريد ان يستحوذ على الكرة، يريد ان يفلت و يحرم فريق شباب غرى أسمان التسديد. بل هو سلاح هجومي التسديد من بعيد للمرة الثانية من عبد الحليم، ولكن غياب الأكثر خطورة والأكثر اتزانا على مستوى الخطوط. نمشي مرة أخرى على متوسط الميدان، الكرة في متوسط الميدان عند اللاعب الراقب السبعة من طرف شباب غمرة، المراوغة من جديد وتدخل الطائرة الأيمن تجد بين اللاعبين، تبقى في إطار الكرة وتبقى في عرف الكرة عادية، وأيوب التهامي يتكفل بالإنذار الشفوي وفيها الصفرة للاعبي الشباب غمرة. من اجل ضبط الامور ومن اجل ابقاء المباراه في اطارها الكروي الرياضي دون الانحدار لامور اخرى. اذا الكره في التماس من جديد لصالح اجاكس تلوتات. اجاكس تلوتات وكاني ارى فيه ذلك الفريق الذي يريد الاستحواذ ويحرم فريق خصمه من الكره، ولكن هكذا ريد وهكذا طريقه وهكذا خيار قد يكون حلا او سيفا ذو حدين، لان الاحتفاظ بالكره قد يكون سلبيا وقد يكون ايجابي. لماذا سلبيا؟ ساجيب في بطريقه خاصه بنظرتي وتحليلي للكره. نعم الاستحواذ السلبي هو ان تسيطر وتمسك بالكره مطولا دون خلق اي فرص، وهذا قد لنفوس كتيبتك الكروية. نعم لأن الاستحواذ السلبي دائما ما يكون قاتلا ودائما ما يكون سلبيا وسيئا دائما، أما الاستحواذ الإيجابي فهو الإمساك والاستحواذ بالكرة والتحول من الهجوم بالاتفاع للهجوم بأسرع طريقة وأقل وقت ممكن والاحتفاظ بالكرة هكذا سوى الاخطاء الفرديه. اذا الكره الثابته عزتين رقدين لصالح شباب غمرة، عزتين الفاكوره الارضيه وبز عبد الحليم من جديد. عبد الحليم من اس كره بعيده لصالح اجاكس تلوتات. اجاكس تلوتات في ريتم عادي جدا والبحث عن الاستحواذ والبحث عن الكرات الارضيه اكثر منها الطول المباشرة. مرة أخرى المراوغة عبد الحنين المتحرك بين الخطوط الذي يريد كسر وعزتين بن قدير، يخطف الكرة على مستوى متوسط الميدان وفي مبدأ السلم الأمان. أمانة وتحمل المسؤولية المباراة الأولى كانت أكثر إمتاعا وإقناعا وإبداعا. المباراة الأولى شيء بالفرص الخطيرة وكذلك بكرات وفنيات وتقنيات وكذلك مراوغات ولوحات كروية جميلة وتنافس وتحدي وكرات وتشويق، وشاهد شباب درباقة في آخر اللحظات كان يأتي بالتعادل، أما في المباراة الثانية فالتحفظ الدفاعي يقتل المتعة ويقتل الفرجة، وهذا ليس إنقاصا وإنما هو واقع المباراة، والكل يرى الطريق الأنسب من أجل حسم الأمور. شباب غمرة الأكثر تحركا هجوميا وأجاكس تلوتات المستحوذ على كرة والبحث عن الكرات الأرضية، عن الكرة الأكثر تشويقا الأكثر إبداعا وإبداعا. التسديد
يغطي الصوت الاول، صوت الاول باردا لمستوى التطلعات. اعزائي الحضور اعود و بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الحضور، اذا المباراه في الشوط الثاني تنطلق من جديد، والتعادل السلبي بدون اهداف يسيطر على مجريات اللقاء. نعم، المباراه الاولى بين رجاء تروتان وفريق شباب درباقة كانت اكثر ابداعا وفرجه وابداع، والمباراه الثانيه برتم متحفظ ومستوى منخفض ما زالت في بداياتها وما زالت في طياتها الكثير وما زال في شعبتها الكثير من الوعود لابد ان توفي بها، لان الفريقين وصلا للنهائي وليس سهلا ان تصل للمحطه النهائيه، لانه لابد ان تتصدر وتسقط وتهزم وتتصل الفرق المشاركه من اجل الترشح للنهائي. اذا شباب حولا على اكثر خطوره في الشوط الاول، واياكس الاكثر استحواذا في المباراه. اياكس تركت اكثر استحواذا والباحث عن الاحتفاظ بالكره والاحتفاظ بالكره السلبيه للنتيجه. هذا تمشي كره مره اخرى شباب غمراء في الابعاد الهجومي في الوضعيه الهجوميه الدفاعيه عفوا وليس الهجوميه. نعم الدفاعيه اختلطت علي الامور بسبب بروده اجواء المباراه. نعم ريتم جيد لا يرقى لمستوى التطلعات، لان الفريقين بتكتيكهما بتوجهاتهما الخططيه هكذا هي الصوره وهكذا ينظرون للمباراه المدربه ادريس وكذلك وعبد الرحيم اتخذ اللعب. بالمناسبه التشكيل الرسمي لفريق يكسر اسامه بنسي على مستوى حراسه المرمى وحمزه بنسي وموال الكيشو ورضا بن عيم وكذلك عبد العزيز النصاري وكذلك حسن الريسوري الاخطر والعنصر الاخطر داخل التشكيل لفريق اياكس سرودات. بينما راس الحربة راس الهجوم مثلث النار الذي يتزعمه عبد الرحيم بوزيد. بينما البدائل والخيارات المطروحه والموجوده على دكه المدافع هنالك عبد المنصور عيد عزي ومحمد زرابي وبوزيد اخوان كرو. بينما المدرب ادريس البوسحار كما سبق واشرت بعد بداية الشوط الثاني ادريس سبحان الإطار الشاب الذي يقود هذه المباراة ويسهر على تطوير وتقطير هذه الشتلات الكروية التي
ينتظر منها الكثير وينتظر منها ان تكون الدعم الاساسي للفرقه الاداريه، لانه لا بد من وجود هكذا اسماء في الفرق الصغيره داخل المدينه تلتهم من اجل الكره وتدخل الحارس. تدخل السماء صمتها كبير واطال كثير. عندما الصمت كره عارضه كره خط، كنت اقول بان شباب هنا حل بقائمه مفتوحه متوازنه كبيره، عقل استطاعت ان تجابه وتتحدى فريق اياكس الجامد. محمد الرزقي على مستوى حراسه المرمى، عبد الحليم السمان صاحب التسديده القويه امام حسن دابون مستوى التدريب، هناك عبد الرحيم الاخضر وامن اختاري اسفه مرتفعه وتدخل عباده مروان عادي الشو طريق ايمن لفريق اياكس الجامد وجاكس نفس الاسم ونفس ونفس كذلك توجهات الكرويه لهذا الفريق دائما ما كان هذا الفريق من الاسماء التي تمنح الفرصه للشباب، دائما ما تمنح الفرصه لابناء المدينه العريقه لابناء مدينه تلتان التي فيها من الخطر الكثير ومن التحريك الكثير. هذا الخطر سارح يا جاكس، جاكس تلتان امام الشباب خبر المتحدي الخصم العنيد الذي يرفض الاستسلام، الذي يرفض ان يرفع الرايه البيضاء كانه فوق الطرف من الدنيا، يضرب بيده ويقول انا في النهائي موجود، لن اتزلى لن اتنازل عن حظوظي وحقي كحقكم في التدريج. يرى الكره ترفع والكره تلعب مباشره بعيدا وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع بالراس لمعاد الكوني الرسول في المراوغه، الرسول البحث عن المسانده يجد زميله يحط كره افتتاحيه وابو زيد لا يصل وفاته قطار الكره الماضيه. محمد الرزقي متاح تماما، هذا الحارس الشاب الذي لم يوضع تحت الاختبار، الاكثر تحركا هجوميا قد تقولون انني منحاز وقد تصفونني بالكروي في التعليق الرياضي، ولكن دعوني اخذكم في رحله الافلام. الاكثر خطوره والتسديد هو لاعب فريق شباب صغرى عبد الحليم سمان بوقعه فلسطين المره، وكذلك اياكس حاول في مرتين ولكنه لم ينل غايته لحد الساعه. لهذا اقول ان الافضليه للصالح شباب غمر. الكره الثابته من جديد ترفع عرضيه البحث عن الراس وتدخل الدفاع، الدفاع من جديد، السرعه الكبيره للاعبين معتز عبد التتويج وتبحث عن اي انسداد هجومي من اجل اقتناص هدف التقدم، من اجل اقتناص هدف المرميه. عبد الحليم السمان افضل لاعب في المباريات لحد الساعه وتحمل الكلمه على مسؤوليته لانه الاكثر نشاطا والاكثر تحركا هجوميا. تمشي الكره الاخرى المراوغه من جديد، بوسيت لا يمر ولا يسير الكره، هذه هي الانسدادات، التسديد بدون عنوان، التسديد حسن تبون لم يجد امامه سوى التسديد من بعيد، ولكن هذا من بعيد بدون اي خطوره على مرمى اسامه باتسي. تمشي مره اخرى على مستوى متوسط الميدان، الرسولي الرسولي في المراوغه، الرسولي يرفع راسه يبحث عن بوسيت. عبد العزيز القصاري الذي يلعب على مستوى الارتكاز والربط بين الدفاع والهجوم، والذي اخر يساند هجوميا في صناعه اللعب، هذا اللاعب المتحرك والنشيط على مستوى متوسط الميدان وضابط الايقاع ومن يتحكم به الطريقين. اذا تلف من جديد اللاعب يامر اللاعبين بالتقدم والصعود الى منطقه الخصم. نعم ترفع كرة بشكل مباشر وكوزين بالراس بدون عنوان وبدون اي خطورة، وتدخل الدفاع سفيان العمراني الذي يقدم مستوى على مستوى الدفاع من افضل ما يكون وبافضل صورة ممكنة. التماس لرجاء، نعم ليس رجاء تلوتات وانما رجاكس، الرجاء قضي الامر وقضي
الموضوع بتتويج قبل قليل، ولكن ما قدمه من كره ومن ابداع يستحق منا كل الاشاده والابداع. نمشي كره مره اخرى، اعترف يا سفيان العمراني يراوغ والتدخل، تدخل قشير بين طرفي اللاعب عبد العزيز القصري بعقليه دفاعيه بحته بأطوار دفاعية، لكن بالنسبة للصاحب الحقيقة رقم 8 عبد العزيز لاعب التنكيس والذي يربط الدفاع من هجوم، إذا الخطأ يتحصل عليه اللاعب رقم 5 سفيان العمراني، بينما على مستوى التثبيت حسين تبون هو الذي سيتكفل بتثبيت الكرة وسيأخذ الخطأ أيضا ونخرج عن إطار المباراة لما حدث في شهر 12 و11 في مونديال العرب مونديال قطر مع منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة رونالدو. أقنى الصحف أمام الدياكا بطموح كيليان مبابي، نعم خرجنا وفرحنا وهتفنا باسم لاعبينا وسعدنا، وكذلك سعيد كل المغاربه بانجاز اسود الاطلس، وما زال الاستثمار في ذلك الانجاز مستمر معك، وكم اكاديميات فتحت ابوابها، وكم جمعيات بدات تتوجه للرياضه، وكم من شخص كان يكره التصديق الدولي سددنا، نعم كم من جمعيه بدات تستجيب للاستثمار في الرياضه، والنوادي المغربيه بدات تفتح اكاديميات خاصه من اجل تكوين اجيال واجيال قد تكون من مصافيح الرياضه الوطنيه. اصابه عبد الحليم وتدخل حمزه التسديد بعيد افضل هو شباب خبر، نمشي مره اخرى ضربه مرمى، المدافع الشاب يتكفل بالتنفيذ ويتكفل بإرسال الكرة لمناطق الخصم، رقم 18 هذا اللاعب معتز عباد الذي بدأ يتحرك، الذي بدأ يرتفع رتمه تدريجيا، إذا داوود عين الأخضر الورقة القادمة في انتظار وصوله الرسمي على أرضية الميدان. لمسة يد والحكم يقول ليس هنالك شيء، ليست متعمدة يا الهستونية، ماذا كنت ستصنع يا الهستوني؟ كنت تبخر كل المجهود، وإذا مرة أخرى الهستوني في المراوغة، الهستوني يفقد الكرة في وضع وسط الميدان، سعد عبد وعبد العزيز في اشد القميص وخطا مستحق لفريق اياكس تردد، عبد العزيز القوة البدنية ولاعب الانتكاس داخل قديمة اياكس تردد، اذا كما قلت هنالك التغيير يحول في الافق، داوود عين الاخضر قد يكون الورقة التكتيكية التي ستسقط على ارضية الميدان بالطرف، عبد العزيز الاخضر رفع كرة الحارس بكل الأناقة يتصدر الكرة الماضية، آخر قليل بدأ رتم البدني ينخفض وطبيعي جدا أن تنخفض الرتم، إذا كنت أقول وكنت أتحدث عن إنجازات المنتخب المغربي ولا بد أن أنوه بإنجازات النوادي المغربية، النوادي المغربية التي باتت رقما صعبا قاريا، التي باتت من اقوى النوادي على مستوى القاره الافريقيه، ولا ننسى النهضه الكرويه التي سيحققها المغرب ان تم الموافقه على ملف المغرب واسبانيا والبرتغال بتنظيم مونديال 32 التي تقدم به رسميا المغرب وكذلك الدوله الاسبانيه والبرتغاليه. إذا الكرة تمشي مرة أخرى على مستوى متوسط الميدان، أي أندية كروية، أي أندية كروية من التحدي، الفريقين بدون أي أخطاء دفاعية، وهذا ما يعطيك المباراة ككل ما هي إلا دفاع وما هي إلا توجهات دفاعية، الفريق يكسب بحث وناور عن طريق الهجمات المرتدة والاعتماد على السرعة
الحميد وكذلك لحد الساعه المهاجمات بهدف سعيد. ضربه مرمى للسالم لفريق شباب غمران، محمد رزقي في كره وحيده تمكن من التصدي في عرض يفضل طريقه لعمه. تمشي كره مباشره وتدخل الدفاع مروان بسي، مروان بسي والكره في الزاويه يدرك مروان بان الكره الثابته خطيره وخطيره جدا على دفاعاته. اذا الكره في الزاويه لصالح شباب غمران ان يستكمل فيها عبد العزيز او معتز عباد وكذلك حسان تمون والركب تبانيا سبع سنين كبير. اللاعبين سلم الى القائمه الطويله داخل مدينه شباب غمران. الكره تلف العرضيه مرفوعه وتدخل من بعد اروان حطاني بسوني بسوني حطاني مراوغه وسفيان العبراني. سفيان العبراني ما شاء الله لياقه بدنيه كبيره في الدفاع موجود في متوسط البدايه موجود في الهجوم تجده اول الاوائل. إذا الكرة لمروان بن جديد يحطها لنصوني، نصوني على مستوى الجناح، الجناح حتى لعبد العزيز النصرية. اختار التسديد عوض التمرير وبالتالي أضاع الفرصة عن رفاقه. نعم التغيير، نعم خروج الجناح، خروج الجناح ودخول كان الفريق يبحث عن صناعة اللعب ويبحث عن تأمين النتيجة ويبحث كذلك عن موازنة الخطوط لأن أي توازن في الكرة قد يمنع الأفضلية لفريق شباب غمران وهو الذي يتفوق هجوميا ولكن على مستوى الدفاع قد في صالح الفريقين المتساوية هجوميا هنالك تفوق طفيف ومرحوم لصالح شباب غمران. تمشي من الظروف للصالحي الحين ومرخى غادرت أرضية الميدان، غادرت أرضية الميدان. تمشي عند مروان يتسي، مروان يتسي حتى لحسن الرسولي، بوسي كويدو، بوسي باعها كليا، الرسولي المراوغة، بحث عن المراوغة وإصابة العمراوي، العمراوي الأكثر نشاطا على مستوى الدفاع، هذا اللاعب الأكثر إبداعا وإبداعا، الأكثر من الفرجة والكرة بالطرف العمراوي، حسان الرسولي صانع اللعب يتحرك، لقطة فنية ومراوغة ولمسة ساحرة من طرف الرسولي في اللقطة الماضية. تمشي مرة أخرى، سفيان العمراوي حتى عبد الحليم الكرة، ها هي داوود. تأثر عباد في اللقطة الماضية. الغمرانويات، أي تياك. الغمرانويات، متصرفين. بأفضل صورة وأفضل طريقة ممكنة هذا الحكم الرائع. الكرة مرة أخرى ثابتة لصالح أياكس، الكرة عرضية وتدخل الدفاع، الدفاع لمروان داوود حسن، داوود البديل على اتجاه نجمه، داوود في صفرة شباب غمران. لحد الساعة حسن داوود أحسن تغيير وأحسن خلف لخير سلف العظمى. تمشي كرة من أخرى التماس لصالح سوا على نفس المنوال والأشياء تقديمي الدفاع وغيره وسيلة للحفاظ على النتيجة ولكن الخروج للهجوم قد يكون خير وسيلة للدفاع. إدريس هو ربان سفينة الكيان الأزرق، ربان الكتيبة الزرقاء هو الذي يدير شؤون التكتيك وبالتالي فإن الدفاع ليس أمثل ولا خير وسيلة تسديد. فرح شرعة في عهد الكرة الماضية، أي تسديد والله تسديد قوية كانت التركيب الجديد. الرقية الجديدة لصانع الفريق عبر
كرة بالراس في العمراني واحد حسن التمون نقاش بين المدرب والحكم وهي من استراتيجيات الكرة من أجل اختصاص حماس الفريق شباب جمرة لأنه بدأ يرفع نسق قوته الهجومي فإنه توفرت الحلول الهجومية لفريق جمرة لقلنا وداعا متصلا لفريق تي جي اكس لأن الاعتماد على الكرة الفردية وعلى الفرديات من فريق حسن ريسوني وحيدا وكذلك وقوف عبد الرحيم بوزيد وحيدا نعم يخرج وحيدا على مستوى الهجوم ليسر الا بالملاحظات الخاصه ولكن شباب عمرنا شيء قوي في فك شيء حيث تمكن من ابقائه عبد الشكور بوزيد بعيدا كل البعد عن المجموعه بينما الريسوني مراوغا معتمدا على فرضياته ليجد الحلول بينما كذلك عبد العزيز بيتصاري وحيدا على مستوى متوسط الميدان لا يجد المساعدة وبالتالي الوحيدة في هذا الفريق هي خط دفاع التي يتكفل بحماية مرمى لحد الساعة والذي الآن عازتين القديم ورقم سبعة في فريق الشباب خمر تأكيدات في جمعة من سينجح ومن سيتفوق ومن سينتصر ومن سيهزم وأعطي كورة كورة خطيرة تدافع تأكيد آخر وصول مروان كروم مروان كروم بين أجل ركلات الترجيح ما زال اسمه مصيرة ووجهه في ذكرايا محفورة العرض العام الماضي مروان نجح في التصدي لركلات الترجيح فنعيد الكرة العامة تغيير تكتيكي بإخراج أسامة بن سيف ويبقى مروان كروم لأجل ركلات الترجيح الداهية والندرة التقبة عند كل البعد مروان